نعمل بقى معالي. طبعا احنا عملنا معالي دي بطرق كتيره جدا. انا عاملاها بصراحه الشوكولاته النهارده عشان الاطفال الصغننين اللي يعني ايه معالي دي ومش عارفه هنقول لهم عاملين لكم النهارده معالي بالبندق والشوكولاته اللي بالبندق والكاكاو هيتبسطوا بيها قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. ايه وصفه المعالي النهارده؟ عادي بسكوت المنفيه او عجينه المنفيه بتبقى موجوده في مستلزمات الحلويات، وطبعا احنا يعني دايما قبل رمضان بنقوم جايبين الكنافه والبسبوسه والقطايف والسمبوسك وكل الحاجات، وبنجيب معاها الحاجات دي عشان نبتدي ايه نعمل حلويات رمضان. طيب ايه هي حلويات رمضان او الحلو بتاعنا النهارده؟ هنعمل كده في المنفيه، وما بحبش اكسره قوي، بحبه يبقى كده، هو كده ولا كده هيطلع. هنحط اتنين في الكمية دي. بصوا كمية الطاجن دي هحط فيها اتنين، كويس عليها اتنين. اوكي هجيب اللبن احطه كده. هحط هنا الكاكاو. بصوا المقادير بندق، كاكاو يبقى مسكر شويه لان انا مش هستخدم السكر خالص، شوكولاته من الشوكولاتات اللي فيها بندق اللي بتبقى في البرطمانات دي، حبه فانيلا، قشطه، شوكولاته مبشوره للوش خلاص، ولبن طبعا ايه هسيبه عشان ايه يغلي. الله الله الله، اوعوا تاكلوها من بره تاني اهو. احلى ام علي بالشوكولاته بالبندق بالقشطه، هنحطها في الفرن هنتبسط. هنحطها في الفرن دي